فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الآصار والأغلال، وزجر أصحابه عن التبتل، وقال لا رهبانية في الإسلام، وأمر بالسحور، ونهى عن المواصلة، وقال فيما يعيب أهل الكتابين ويحذر موافقتهم: فتلك بقاياهم في الصوامع. وهذا باب واسع جدا. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على بعض أصحابه أن يحملوا على أنفسهم في العبادة ويتشددوا فيها، وحذرهم مما وقع لمن كان قبلهم من هذا الشيء وما أفضى إليه. نعم. الله سبحانه وتعالى أخبر عن النصارى، وقال تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة، يعني المسيح عليه السلام، رأفة ورحمة، هذا شيء ثابت، ورهبانية ابتدعوها. الرحمة والرهبة الرأفة والرحمة هذه ثابتة، ولكن هذه من شرعهم. نعم. ومن شرع المسيح عليه السلام. لكن الرهبانية وهي التشدد في العبادة هذه ليست من دين المسيح عليه السلام، وإنما أحدثوها. ولهذا قال: ورهبانية ابتدعوها. والابتداع هو إحداث شيء من في الدين ليس منه، فهم ابتدعوا الرهبانية، وهي الانقطاع عن الدنيا والتفرغ للعبادة، تفرغ للعبادة، ولم يستمروا على هذا لأنهم انقطعوا. ولهذا قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، يعني أن الله لم يفرضها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني لكن هم ابتدعوها لقصد حسن. نعم. وهو ابتغاء رضوان الله. رضوان الله، هذا دليل على أن العبرة ليست بالنية والقصد، وإنما العبرة بالشرع. نعم. فالإنسان يتبع ما شرعه الله ورسوله، ويترك ما نهى الله عنه ورسوله، ولا يحدث البدعة ولو كانت نيته فيها حسنة، حسنة فإنها سيئة. ولهذا قال: فما رعوها حق رعايتها، مع أنهم ابتدعوها لابتغاء رضوان الله، ما رعوها حق رعايتها، حجزوا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في العبادة، وقال: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالمتشدد في العبادة ينقطع، لأنه لا عبد ضعيف، فلا يستطيع الاستمرار في مع التشدد، وإنما يستطيع الاستمرار مع اليسر والسهولة، كما في هذا الدين الحنيف الذي اختاره الله لهذه الأمة، وهو دين اليسر، الحمد لله، من غير إفراط ولا تفريط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هم طائفة من أصحابه بأشياء يريدون بها التقرب إلى الله وفيها مشقة على النفوس وحرمان للنفوس، نهاهم صلى الله عليه وسلم، فنهى عن الخصاء، من أراد أن يختصي خوفا من الزنا نهاه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: نهينا عن التبتل، وهو الانقطاع للعبادة وترك النساء، ولو أمرنا به لاختصينا، أو كما جاء. فالله جل وعلا نهاهم عن ذلك رفقا بهم، الحمد لله. وأراد جماعة من أصحابه أن يسألوا عن أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به فيها، فلما أخبروا من قبل زوجاته رضي الله عنهن كأنهم تقالوا عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال من قال: وأنا لا أكل اللحم. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك غضب غضبا شديدا، وقال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، واعتبره رغبة عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبرأ ممن فعله، مع أنه يريد الخير. نعم. ويريد الزيادة في الخير، لكن الله لم يشرع لنا ذلك، لم يشرع لنا أن نشق على أنفسنا وأن نحملها ما لا تطيق.
فهذا لا يرضاه الله جل وعلا، وليس فيه أجر ولا ثواب، لأنه غير مشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أصحابه الذين هموا بأشياء من جنس ما كان يعمله أهل الكتاب، وقال تلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم.